والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الألفاظ التي تخالف العقيدة قول البعض، تقول له زي الحال معك، كلك هو اشتغل يوم وقعد يومين وبلطش وديني ماشي على كف الرحمن. هذا خطأ، لأنه أثبت لله صفة لم يثبتها الله لنفسه، صح؟ ثانيا هو تشبيه قميء، من أنت يا من تطأ بقدمك كف الرحمن، غلط. ثاني يقول له خلاص ما تقولهاش، قول أنا ماشي على كف عفريت، ما فيش وسط أبدا، فهذا خطأ. 28 من الألفاظ التي خد بالك يعني تثير في القلب شجن، واحد عنده شبشب نعل يقول لابنه ناولني يا ابني الزنوبة، ثاني يقول له وهات لي معاد بالمرة الخدوجة، صح؟ مش بيسموا الشبشب زنوبة وخدوجة يا مسلمين؟ عيب، كرامة لصويحبات هذه الأسماء، عيب. ده هذا من شغل غير المسلمين ونحن نقلد كلب البغاوات. ده النبي كانت زوجته اسمها زينب، وبنته اسمها زينب، وله حفيدة اسمها زينب، وزوجته خديجة. ما تقولوا ناولني الشبشب يا أخي. 29 من الألفاظ التي تخالف العقيدة قول البعض عند المصائب لا حول لله يا أخي. الراجل كان قاعد على القهوة بيلعب ضمنة، طب ساكت ما قالش موتة أنبياء، الموتة أنبياء، لا حول ولا لا حول لله، لا حول لله، لا حول لله تساوي لا إله، تساوي كلمة اليهود يد الله مغلولة، كملها لا حول ولا قوة، نفيت الحول والقوة والطولة عن كل حد، وهنثبتها لمين بقى؟ إلا لله. 30 من ألفاظهم التي تخالف العقيدة يقول لك مات الفنان الفلاني وذهب به إلى مقبرة كذا حيث مثواه الأخير، صح؟ إلى مثواه الأخير، هذه من عند الملاحدة أصلا. وهل المثوى الأخير للناس يا مسلمين هو القبر؟ القبر ربنا سمى مكثنا فيه زيارة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وطالما أنت زائر إذا مش هتطول، فبعده بحث وبعده ميزان وصحف وكتب وصراط وحساب وجنة ونار، ثم يذبح الموت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. فاوعى تقول عن القبر المثوى الأخير. 31 مثال نفاقي، واحد عالي قوي جاي يزورك، تقول له يا سلام لو أعرف إنك جاي لي كنت فرشت لك الأرض ورد، أهو ده ماشي مقبول، فرشت لك الأرض رمل عظيم ماشي، دي يوم يزود جرعة النفاق ويقول له أنا بقى بقول لك إحنا النهاردة زرنا النبي، يا كذاب زاركم النبي؟ هو ده نبي؟ لو قال آه يبقى كافي، لأنه ادعى النبوة، مش كده ولا إيه؟ وهو أثبت النبوة لواحد بعد النبي محمد، والنبي محمد هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. أنا عارف إنه بيقولها على سبيل المجاملة، أنا فاهم ده، لكن ليه؟ ليه؟ 32 قول البعض، كل شيخ وله طريقة. مسلمين تاهوا بقى، تلاقي ده مع الطريقة الرفاعية وده الشاذولية وده الكديانية وده إيه وده إيه، يا عم غلط. يقول لك كل شيخ وله طريقة، لا، وأن هذا صراطي مستقيما، واحد وصراط واحد مفرد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نعم. 33 يقول لك الراجل الفلاني ده أنا ضحكت عليه ولبسته العمة، أو واحد يجي يضحك عليك في بيعة تقول له يا سلام ثمنها 10,000 عايز تاخدها بستة، هتعممني ولا إيه؟ كأن اللي بيلبسوا عمم ناس عبط وناس هبل، لبسته العمة لأنه عبيط، يا ريتك تكون زي اللي بيلبسوا العمة، دول أزكى الناس وأعلم الناس، اوعى ابعد عن بتوع العمة أحسن لك. هما لا أقول إيه؟ ما تقولش حاجة، وإن كان لابد قول لبسته السلطانية، ما حدش هيزعل من السلطانية. 34 مثل شيطاني، واحد بيفعل شيء حرام تقول له عيب عليك حرام، يقول لك والله أنا عبد المأمور، لا ده أنت والمأمور عبيد لمين؟ لله. واحد تاني يقول لك لا لا اربط الحمار زي ما يعوز صاحبه، أقول له لا انتبه اسمع الآية دي، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، مش هيعرفك في الآخرة، ها؟ نسمع كلام النبي، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أبوك، وإن جاهداك على أن تشرك بي
ما ليس لك به علم فلا تطعهما. 35 تسأل على صاحبك، ابنه يرد عليك أو والدته، الأخ محمد موجود، تقول لك يا ابني نايم بقاله ساعة، طب ممكن لو سمحت الصحي؟ ما أقدرش، ده نايم بقاله ساعة وزمانه بيأكل رز مع الملائكة. الله أكبر. لا، الملك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتزوج، التسبيح عندهم كالتنفس عندنا.